بقول الجماليه فرحانه كلها عشان ابن السيسي ابن بلدها، واصلا الجماليه دي الذهب من مصر، والجماليه دي حضاره مصر، وسيدنا الحسين طالما حاضر فيها واتولد السيسي في قلب الجماليه يبقى هو ابن الجماليه، وسيدنا الحسين اللي هو حامي مصر بحاله، والاهل البيت كلهم اللي حامين مصر، وسيدنا الحسين بالتاغة بالجمالية بخان خليلي بتجارها بكله مؤيد الفريق السيسي، ومصر بحالها بتأيد الفريق السيسي عشان هو حمى مصر وحمى جمهورية مصر العربية، وأهل مصر هم اللي قاعدين في مصر مش الإخوان الحرامية والبتاع. مصر كلها مؤسسات عسكرية، فالنهاردة احنا بنقول الفريق بسياده المشير عبد الفتاح السيسي، انت في 30/6 انت وقفت مع هذا الشعب ضد الارهاب، وضد وقفت مع اراده الشعب المصري، ومصر بخير طول ما فيها ناس زي السيسي بخير، وبنقول شكرا لمصر وتحيا مصر. الف مبروك يا سيسي، واحنا كلنا او شعب مصر كله بيحبك، واحنا كلنا بنحبك، وحسب الله ونعم الوكيل في الاخوان. الجماليه دي ما بتجيبش الا رجاله، وبعدين السيسي انا بموت فيه، بحبه حب جامد يعني، ربنا يحميه وربنا كده يخليه لينا يا رب، ولما يمسك رئيس 4 سنين انا ان شاء الله اختاره برضه رئيس 4 سنين تاني، وهيفضل العمر كله رئيس، لان هو متقي ربنا وراجل صالح وراجل بيعرف ربنا وراجل بيحب بلده وغيور على بلده، وهو طلع العقارب دي من البلد، ربنا رزقنا بيه عشان ينقذنا من الوباء اللي احنا كنا فيه. هو راجل كويس وتقي وعارف ربنا والناس كلها بتحبه، ربنا يبارك له في عينه وفي عافيته وينصره على عدوينه ويبعد عنه، بحبه قوي، ربنا يبعده عن اولاد الحرام يبعدوا عنه، واحنا بنحبه صحيح حب يعني شديد.